ينضم إلينا عبر الإنترنت من الناصرة دكتور محمود يزبك الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور محمود مرحبا بك، ويعني أريد أن أبدأ معك من ما كان يقوله ضيفي في نهاية حديثه، وهي أن التحشد وزيادة التحشيدات باتجاه الشمال ودق مزيد من طبول الحرب مع حزب الله وخطة لنتنياهو لإطالة أمد الحرب حتى يضمن المزيد من بقائه. هذه قراءة نسمعها على مدار الشهور الماضية منذ بدء الحرب، ولكن ما مدى نجاعة نتنياهو في تمرير هذه الخطة؟ نعم، يعني السؤال المركزي هو هل تمديد الحرب الذي يسعى إليه نتنياهو يكون عن طريق خوض حرب جديدة كبيرة مع لبنان مع الحزب الله؟ يعني هذا سؤال كبير وفيه يعني شكوك كثيرة إذا كانت هذه الخطة التي يسعى إليها نتنياهو، لأنه من الواضح جدا لكل التقديرات العسكرية التي نسمعها عند المحللين أنه يعني فيما لو دخلت إسرائيل في حرب مع حزب الله فستكون عواقبها وخيمة جدا بالنسبة لإسرائيل، خاصة بعد يعني هذه الحرب التي تخوضها الآن مع قوى المقاومة في قطاع غزة. ولذلك إذا يريد نتنياهو تمديد الحرب، وهذا ما يسعى إليه حقيقة، هو يريد تمديدها في قطاع غزة، حيث أن الكلفة بالنسبة لإسرائيل حتى الآن على الرغم أنها مكلفة يعني، لكن الكلفة الإنسانية بمعنى أنه عدد القتلى الإسرائيليين لا يعني يعتبر تقريبا يعني محتملا، يعني تستطيع الحكومة الإسرائيلية احتماله، على الرغم أنه نحن لا نعرف معلومات كثيرة عن عدد الجرحى وما هي جراحهم وكم هؤلاء، لأن هذه يعني الرقابة العسكرية لا تفصح عنها بشكل واضح. ولكن إذا ما دخل يعني إسرائيل في حرب شاملة مع حزب الله بدون يعني محددات، فهناك على ما يبدو سيكون حسابات أخرى. ولذلك الاعتقاد هو أنه هذه مجرد تهديدات عند القيادة الإسرائيلية، ويعني ستبقى مجرد تهديدات وليس أكثر من ذلك. لكن نعم، هناك خطة إسرائيلية واضحة بالنسبة لنتنياهو ومن يؤيد نتنياهو في مجلس الحرب الإسرائيلي لإطالة أمد الحرب في قطاع غزة. وعلى الرغم أنه في طبعا يعني اختلاف في هذا القضية في مجلس الحرب الإسرائيلي، هنالك من يريد إنهاء هذه الحرب وإيقافها، ولكن لمصلحة نتنياهو السياسية كما يعتقد نتنياهو حسب ما يعني نحلل ذلك، بأنه كلما طال أمد الحرب وابتعدنا عن 7 أكتوبر كلما خفف هذا في المستقبل من يعني من مسؤوليته عن تفجر هذه الحرب وفشله في هذه الحرب، وفشل الجهاز الإسرائيلي كله يعني العسكري والسياسي في هذه الحرب، لأنه متوقع أنه بعد انتهاء الحرب مباشرة ستقوم لجنة تحقيق رسمية، وطالما أن الحرب يعني دائرة ولم يعلن عن وقف الحرب فلجنة التحقيق هذه لن تقوم، ستقوم هذه اللجنة فقط مع انتهاء الحرب، وأول المرشحين للمثول أمام هذه اللجنة سيكون رئيس الحكومة نفسه نتنياهو. وكل الدلائل تشير على أن نتنياهو فشل في هذه الحرب أولا حتى الآن، وكذلك فشل يوم 7 أكتوبر. يعني أين كنت يا نتنياهو وأجهزتك العسكرية وأجهزتك الاستخباراتية ولم تستطع أن تفعل شيئا في ذلك اليوم؟ ولذلك كان الكثيرون يعتقدون أنه نتنياهو مذنب في هذا، وهذا الذنب يعني ليس ذنبا فقط إعلاميا، إنما قد يكلفه يعني السجن، إضافة إلى أنه هنالك في قضايا كثيرة 3 قضايا أساسية يمثل فيها نتنياهو أمام المحاكم الإسرائيلية، وهي يعني قضية الرشوة، قضية خيانة الأمانة، وقضية يعني عدم الحكم بشكل سليم. 3 قضايا أساسية يعني يواجهها نتنياهو، وإذا ما أضفنا إليها قضية لجنة التحقيق فيعتبر نتنياهو يعني بالتأكيد سيرى أبواب السجن تفتح له. ولذلك من مصلحته إطالة أمد الحرب حتى يستطيع يعني بشكل ما أن يخلص نفسه من لجنة التحقيق هذه، على الأقل إذا كان يأمل بأنه يستطيع تخليص الأسرى الإسرائيليين لدى حماس،
بطرق يعني بطريقه بالقوه مثلما يعتقد هو. واذا ما حصل هذا فيعني حسب ما يامل نتنياهو فهذا قد يعطيه يعني سلاحا جديدا ليقف امام لجنه التحقيق ويقول انه يعني انتصر في هذه الحرب ولم يفشل. ولكن ما نجح في تحقيقه بالقوه في مساله الاسرى كان فقط مزيد من قتل أسرى جيش الاحتلال. وقد عرضنا فيديو قبل قليل عرضته ألوية الناصر لجندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي أسير لدى الألوية وتعرض لإصابة بداية من قبل جيش الاحتلال نيران صديقة كما يسمونها، وحاولت المقاومة علاج الرجل ثم أصيب مرة أخرى. الإصابة الثانية كانت قاتلة. عندما تعرض هذه الصور، عندما تصل إلى عموم الشعب الإسرائيلي الذي يعني ينتظر عودة هؤلاء الأسرى، كيف تكون ردة الفعل أو كيف تؤثر في هذا الوضع؟ نعم، هذا يعني ما تفضلت به بالنسبة لوضع الأسرى الإسرائيليين هو ما أثار عائلات الأسرى، خاصة بعد مرور 100 يوم على وجودهم في الأسر، ولم تستطع الدولة الإسرائيلية تحرير ولو أسير واحد إلا بالمفاوضات مع حماس. ولذلك الكل اليوم مقتنع قناعة كاملة، حتى يعني رئيس الأركان السابق آيزنكوت الذي هو عضو في مجلس الحرب وآخرين، يعني كان هنالك في عريضة موقعة من قبل 170 ضابط من كبار الضباط السابقين في الجيش الإسرائيلي الذين قالوا في هذه الوثيقة بشكل واضح لا يمكن تحرير الأسرى الإسرائيليين إلا عن طريق التفاوض مع حماس ووقف الحرب. وهذه رسالة مهمة جدا. وطبعا بعد مرور 100 يوم من الحرب بدأت عائلات الأسرى تتحرك بشكل آخر جديد، يعني في الأيام الـ3 أو الـ4 الأخيرة. مثلا اليوم هنالك بعض العائلات التي أعلنت الإضراب المفتوح أمام مدخل بيت نتنياهو، ولن يخرجوا من هذا المكان إلا حينما يخرج إليه نتنياهو نفسه ليتحدثوا إليه وليعني يتهموه بأنه يضحي بأبنائهم من أجل مصلحته السياسية. هنالك في يوم البارحة كان كمان شيء جديد، إغلاق شوارع رئيسية في تل أبيب، يعني واحد من أهم الشوارع في تل أبيب تم إغلاقه أمام حركة السير لكي يعبر الأهالي عن غضبهم على الحكومة الإسرائيلية وعلى نتنياهو نفسه الذي يعرقل أي إمكانية لتحرير الأسرى بالمفاوضات. ولذلك يعني إحنا ننتظر أنه في الأيام القليلة القادمة وخاصة غدا السبت ستكون مظاهرة كبيرة في تل أبيب، وهذه المظاهرة ليس فقط تأييدا لتحرير الأسرى الإسرائيليين بل كذلك لاتهام نتنياهو نفسه بالتقصير في حق هؤلاء الأسرى الذين تم اختطافهم يوم 7 أكتوبر. ولذلك كلما مرت الأيام والأخبار تواردت عن إمكانية قتل هؤلاء الأسرى بنيران صديقة أو بقصف إسرائيلي يتعمد قصف يعني أماكن فلسطينية وهم يقتلون هناك، كلما زاد هذا من الضغط الجماهيري على الحكومة الإسرائيلية وعلى نتنياهو نفسه للتفكير بفتح طريق للتفاوض مع حماس من أجل تحرير الأسرى. ومثلما قالت حماس أنه لن يكون هناك تفاوض إلا من خلال وقف إطلاق النار. ولذلك الآن القضية هي يعني معقدة، وهل إسرائيل ستقبل والدخول في مفاوضات كهذه مع وقف إطلاق النار لتحرير الأسرى الإسرائيليين؟ سؤال كبير لا نعرف عليه الإجابة حتى الآن، طالما أن نتنياهو نفسه يقول كلما زاد الضغط العسكري كلما كان هو أقرب لتحرير الأسرى. ولكن الآن المجتمع يفهم بغالبيته أعتقد أن الضغط العسكري لن يؤتي بنتيجة ما، وخاصة أنه كبار العسكريين الإسرائيليين يقولون أن الضغط العسكري في غزة في قطاع غزة لن يؤدي بنتائج إيجابية بالنسبة للحكومة الإسرائيلية. نعم.
طيب دكتور محمود، يعني هذا المشهد الذي قرأته أنت لنا إن وضعناه في إطار استمرار نتنياهو في الدفع بالمشهد بكامله لأجل تحقيق مصالحه، بالأمس خرج بهذا التصريح الذي كان له ردات فعل وسيكون له المزيد من ردات الفعل، وقال من البحر إلى النهر يجب أن تكون السيطرة الإسرائيلية في المستقبل. هذا التعبير تحديدا الذي يوصم من يقوله بالعنصرية ومعاداة السامية وغيرها، هذا التصريح يأتي في لحظة تدفع فيها الولايات المتحدة الأمريكية بكامل جهودها كما تقول باتجاه إرساء حل الدولتين وأن يكون هناك حل للمعضلة الفلسطينية يعني المستعصية على الحل لسنوات طوال. كيف أيضا تقرأ هذا التصريح في إطاره وفي إطار المشهد بكامله؟ نعم، يعني رأينا في التصريحات الأخيرة، الأيام الأخيرة، ثلاث أربع أيام الأخيرة، تصريحات أمريكية هامة جدا، وهذه التصريحات يعني على ليس في وراء الأبواب المغلقة إنما على شاشات التلفزيون، أن الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير الخارجية وحتى يعني قد يكون آخرين يقولون أنه لا يمكن حل قضية الحرب مع غزة إلا بفتح أفق سياسي بالبدء بإقامة الدولة الفلسطينية كحل يعني شامل للقضية الفلسطينية والشرق أوسطية. ونتنياهو يعني لا يريد ذلك، هو يعني حتى الآن يقول أنه هو يريد لا يريد أن يرى دولة فلسطينية أو لا يطرح أي حل للقضية الفلسطينية، وهذا طبعا يتعارض مع الجانب الأمريكي تعارضا كاملا. وواضح لماذا يتحدث نتنياهو ذلك. نتنياهو مربوط سياسيا ربطا كاملا بقوة اليمين المتطرف الإسرائيلي، وبدون اليمين المتطرف الإسرائيلي نتنياهو لا يستطيع أن يحكم ولو يوما واحدا، لأنه في هذه الحالة إذا ما تخلى عنه اليمين الإسرائيلي معنى ذلك أن الحكومة ستسقط وتذهب الحكومة لانتخابات جديدة، وواضح جدا أن الانتخابات معناها متون نتنياهو أمام لجنة التحقيق وسقوطه في الانتخابات القادمة. ولذلك نتنياهو يفعل كل ما بوسعه من أجل إرضاء اليمين المتطرف الإسرائيلي على حساب علاقته أو علاقة إسرائيل مع أمريكا. لكن القضية الإشكالية الكبيرة باعتقاده هي أمريكا نفسها. يعني أمريكا طالما أنها تتحدث فقط حديث، حتى أحيانا يكون حديثا يعني ليس ناعما مع نتنياهو، لكن يبقى حديث. يعني إذا كانت حقيقة أمريكا تريد أن تعطي درسا لإسرائيل وتعلمها كيف يجب أن تستجيب لمطالبها، عليها أن تتجه إلى مجلس الأمن مثلا، وأن هناك يعني لا 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 لا, لا تصوت بفيتو أو لا تمنع قرار مجلس الأمن لوقف الحرب. ولكن أن يبقى الأمر في داخل فقط مجرد كلام، ونتنياهو يعرف أنه هذا كلام لن يضره بشيء. على العكس، يعني نتنياهو يقف أمام الرئيس بايدن وكأنه هو السلطان الأعظم. نتنياهو السلطان الأعظم. نعم، شكرا جزيلا دكتور محمود يزبك الخبير في الشؤون الإسرائيلية.